اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده ببرنامجنا الشهير اكله امي. رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل، كل يوم مختلف. النهارده مع بعض الفطار بتاعنا بيناسب كل افراد العائله الصغير والكبير. هنعمل النهارده الفرايدي تشيكن بطريقه لطيفه وسهله، واعلمك ازاي تقلي الفراخ وهي نيه تبقى فرايدي تشيكن لطيفه، وتعتمد على التتبيله بتاعه الفراخ ازاي تحضريها وتجهزيها وتنزل في الزيت وتطلع معاكي كريسبه سبايسي او مش سبايسي حسب رغبه اولادك واسرتك اللي بيحبوه. معانا النهارده الفوكاشيا، هنعملها النهارده بطريقه جميله ولذيذه لاول مره. هنعمل الفوكاشيا بالسلمون، بالسمك السلمون المدخن، كلنا عارفينه طبعا بيتجاب، او سمك سلمون طازه بيتخلل، واحنا داخلين على ايام الربيع ولينا مفاجات مع الرنجه والسلمون والفسيخ. بتجيب السلمون ده وبيتخلل بالملح الخشن والسكر، بياخد ليمون بعد كده وزيت زيتون، بيبقى جاهز عندنا. انا هعمله النهارده مع الفوكاشيا حاجه لطيفه وجميله. قطعه من الفوكاشيا دي بتدينا كل اللي احنا عايزينه، اوميجا 3 وفوسفور وقيمه غذائيه عاليه جدا، لان بتحتوي على روزماري وزيتون مخلى من النوى، حاجه لطيفه وحلوه. معانا النهارده طبق متبل اسمه متبل البرجر بالطحينه، حاجه كده جميله، والبنجر مفيد جدا، بيعالج الانيميا وخاصه عند الكبار، عند الصغيرين والكبار. يعني الانيميا على فكره بتيجي للصغيرين والكبار دلوقتي، فالانيميا علاجها البرجر. فازاي نعمل متبل البرجر بالطحينه؟ يعني اوميجا 3 كمان في الطحينه بتاعتنا، لانها منتجات السمسم، الطحينه بتطلع من بذور السمسم. معانا بطاطس بوريه عدل الفراخ اللي هي الكريسب اللي احنا هنحمرها، معانا سلطه لطيفه وجميله، سلطه جميله ممكن نعملها بالتونه، نعملها بالانشوجه حسب الرغبه. الحلو بتاعنا ممكن يكون عيش سرايا، هنقدمه مع بعض ازاي؟ بالقشطه، بالمكسرات، بالشربات، بالكراميل، افكار كثيره لعمل عيش السرايا، لانه حاجه جميله جدا بتتعمل في المناسبات. خلينا نطلع فاصل صغير لان عندنا تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وكل عام وحضراتكم بخير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا تشوفوا تفاصيل الحلقه مع بعض. معانا فراخ هنعملها فرايدي تشيكن النهارده، معانا سلمون مدخن ممكن يكون سعره غالي شويه بس هو تغيير. الفوكاشي عملناه كتير بروزماري، عملناه بالزيتون، عملناه باللحمه، عملناه بالدجاج، هنعملها النهارده بالسلمون، حاجه حلوه كده وجميله، وبتبقى وجبه سحور، بتبقى لطيفه حلوه فيها كل العناصر الغذائيه، ممكن تكون وجبه فطار، وعلى فكره هي وجبه سحور احسن حاجه. وهنعمل طبق متبل البنجر. هبدا باول حاجه تتبيله الفراخ، نشوف نتبلها مع بعض ازاي. اللي احنا هنعملها فرايدي تشيكن النهارده كريسبي، المطاعم كتير مشهوره بتنافس بعضيها. تعالوا نشوف الشيف البغاز هيعملها لنا ازاي بطريقه سهله وبسيطه. المقادير على الشاشه، لا تتعدى اصابع اليد العشرة. معانا من الحليب تقريبا 1.5 كوب او 2 كوب بالشكل ده كده، حلو قوي ده الحليب. هنحط على الحليب ده يا عم الشيف 14 قطعه، بعض المطاعم بتقطعها 12 قطعه حسب الحجم يعني وحسب السعر. ده ملح وفلفل اسود معاهم كده زي الفل، وهحط كمان شويه فلفله حلوه. التتبيله دي بتساعد على تسويه الفراخ سريعا، وهحط كمان شويه كركم، ده في اللبن كده، ونخليهم على جنب. حلو الكلام، ونقلبهم تقليبه، دي البدايه، الخلطه دي، واسيب الفراخ منقوعه فيها لمده 2 3 4 ساعات. حطيها في التتبيله دي وحطها في التلاجه لمده ليله كامله، ما تخافيش على مسؤوليتي. حلو، ناخد الفرخه بالشكل ده كده، نخلص من العمود الفقري بتاعها، سكينه حاميه تتوغل كده في ظهرها بالشكل ده كده اهي، ونشيل ده كده مش عايزينه، ونمسك الفرخه كده بالشكل ده كده، الجناح ده كده مناب، نشيل ده كله مش عايزه، نجي في النص كده بسكينه كبيره، معلش، اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، نجي في النص كده، الفتحه دي مهمه، تمام، الفرخه دي تقطع بالشكل ده كده، التفاصيل الصغيره دي كده، ونيجي على الصدر، مهم جدا التقطيع اللي انا بقطعها دي علشان تبقى زي اللي بتاكلها بره بالظبط، احنا مع بعض خطوه خطوه، اللهم صل على النبي. نشيل ده كده ونيجي على الورك ده كده،
اهو شفت القطعيه ديت اهي ده واحد اه حلو. ونيجي على الشكل ده كده القطعيه دي اه وادي كمان قطعه حلوه ثلاثه على الصدر بالشكل ده كده اهو ادي واحد بسم الله الرحمن الرحيم ادي اثنين وادي الجناح الحلو اللي انا بحبه ده كده تقطع في البطاط بالشكل ده كده عشان ادي واحد اهو وادي كده من القطعه دي نيجي نفس القصه في نص الفرخه الثاني اهو بالشكل ده كده حلو نشيل الجلد ده كده ونوضبها علشان الدهون اللي فيها دي كده ونيجي على الورك ده كده انا بحب الدبوس ده اهو لما بيتعمل كريسبي بيبقى لطيف حلو بص عليه كده الدبوس ده كده بيستوي بسرعه اهو بيبقى لحمه حلو اهو زي الفل اهو ما انا اسف معلش اهو اهو كلنا نجتهد حتى نشوف الصوره الحلوه ونيجي في النص هنا كده اهو لازم تكون السكينه بتاعتك حاميه بالشكل ده كده اول حاجه نيجي هنا كده اهو شفت الخطوه دي اهو ونفس القصه هنا كده اهو سكينتك حاميه وكبيره اهو نفس القصه الله البوله الازاز اتملت فراخ اهو ربنا مبارك فيها فرخه حلال بنت حلال اهو وادي الجناح زي الفل دي الفراخ معايا زي الفل بص عليها بقى كده اللهم صل على النبي اهي اهي دي اللي يعملوا كام كنت بتعد ورايا شفيق والله كتير تقريبا يعملوا 20 قطعه بسم الله ما شاء الله تكفي عيله سمي بسم الله اهو ونحطها في التتبيله دي يا عم الشيف زي ما هي كده ونشيل كل حاجه من هنا مش عايزها ما بحبش الدم انا اهو زي الفل اهو يلا كده انا تتبيله الفراخ دي اول مرحله حلو ونروق الدنيا كده زي الفل ونغير الكلفزات بتاعتنا من الدم عشان نخش على اللي بعده مطبخك لازم يكون رايق بالشكل ده كده تتبيلنا الفراخ في التتبيله الحلوه دي كده بتسيبها على جنب تحطها في الثلاجه تتبليها قبل ما تروح الشغل تتبليها من بالليل طالما في نيه الصبح تعملي فراخ كريسبي بالشكل ده كده طول ما هي موجوده في الحليب والخلطه اللي انا عملتها من الملح والفلفل والبابريكا والكركم هي هتستوي لوحدها بمجرد ما تحطيها في قلب الخلطه اللي انا هحطها التانية. نيجي على الخلطه التانيه اللي هي خلطه الكريسبي عباره عن ايه؟ عباره عن بقسماط موجود معانا اهو حلو ورقائق الذره نحط ده على ده بالشكل ده كده مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي اهو ازاي تعملي الكريسبي الاثنين مع بعض بنحط عليهم بصل بودر اللهم صل على النبي توم بودر اللهم صل على النبي من النشا معلقتين معلقتين مهمين جدا على فكره هي اللي بتخليها كريسبي معاكي اهو النشا معانا اهو 1 2 حلو الكلام والتوابل بتاعتنا كالاتي اللهم صل على النبي بابريكا زعتر ملح وفلفل اهو اهو بابريكا تنزل كده معانا من الزعتر شويه الملح بتاعنا نظبط الدنيا فيه فلفل اسود بالشكل ده كده كل ده على البقسماط يا عم الشيف كل ده على البقسماط حلو قوي تركات المغازي اوبا شويه كاري صغيرين اهو حلو كاري بس خلاص حلو كده ناخد دول مع بعضيهم ونقلبهم كويس حلو كده خلاص اه التقليبه دي مهمه جدا اه التقليبه ديت اه الخلطه دي هتقول لي يا شيف مغازي عشان اعمل فرخه طب اللي باقي من ده يروح فين يترمي لا ازعل منك انا ضد التبذير انا معاكي في سند ليكي في المطبخ خليكي توفري ازاي ما تقوليش الحاجه غاليه بص بقى يا اختي يا ام يا خالتي يا عبتي يا عروسه يا مبتدئه في المطبخ كل المقادير اللي انا قلبتها مع بعضيها هتاخد اللي انت عايزاه منه بالفراخ كده لازم تكون كميه كده عشان تغوص جواها ونغلفها من الخارج والداخل واقول لك ازاي تشيل من الخلطه ديت الباقي عندك بتشيلي الكلكع الصغيره اللي تطلع منه وبعد كده تحطيه في الفريزر تاني المعلومه ديت الباقي بتشيلي الكلكع الصغيره منه براحه كده بتنقيها يعني عشان اللي تبقى واخده رطوبه وتشيلي الباقي في كيس في قلب الفريزر استخدميه مره تانيه في فراخ في سمك زي ما انت حابه اه زي الفل طيب نخش على اللي بعده عايز اعمل فوكاشيا النهارده والاول مره وحقوق الطبع لدينا وبس له تبذير ولا مثلا نقول ان احنا يعني بنقول ان احنا يعني نقدر نعمل لا خالص والله جت الفكره عندي سلمون حلو كان عندي عزومه وعامل سلمون فجبت السلمون ده كده نعمله مع بعض النهارده فوكاشيا
الفوكاشيا عباره عن الاتي: العجينه هتطلع بمقاديرها عباره عن 4 كوبايات من الدقيق، بياخدوا معلقه خميره، بياخدوا معلقه بيكنج باودر، بياخدوا بيضه. بنعجن العجينه ديت بواسطه حليب او ميه حسب الرغبه، عايزاها بحليب او ميه زي ما انت عايزه، ده مش باختيارك انت. وتحط لها ربع كوب من زيت الزيتون في العجينه بشويه ملح ومعلقه سكر. عجننا العجينه بتاعتنا، بنسيبها تتخمر. فيها 2 عضلات، ايه العضلات بتاعتها؟ خميره وبيكنج باودر. الاثنين بيخلوا لك عجينه الفوكاشيا هشه كده، عامله زي كيكه الاسفنجيه اللي هي العجينه اللي معايا دي كده، تفاصيلها اهي زي الفل. دي مرحله التخمير بتاعتها. حلو الكلام؟ طيب اهي العجينه اهي، دي بالنسبه للعجينه بتاعتنا. نبص تفاصيلها من تحت اهي زي الفل اهي العجينه اهي اهي، شوف طالعه ازاي معايا اهي اهي بالشكل ده كده. هعملها دلوقتي فوكاشيا مع حضراتكم دلوقتي حالا. حلو الكلام؟ طيب نطلع فاصل، خلينا نسمع كلام الكبير وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ومش هنغيب عليكم، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم للتفاصيل. عندنا هنعمل مع بعض دلوقتي الفوكاشيا، عايز اعملها وادخلها الفرن تستوي، لان عايز لها تقريبا من الطيب 30 دقيقه في درجه حراره الفرن 180، كانك بتخبزي كيكه او بتخبزي بيتزايه، بس دي بتاخد وقت كبير شويه غير البيتزا. حلو الكلام؟ المقادير على الشاشه شفناها مع بعض، تعالوا نعمل الخلطه بتاعه الفوكاشيا. العجينه معايا زي الفل، بتاخد مرحله تخمير مهمه جدا، باجي في قلبها كده بالشكل ده كده، مكان ايديا بيخش حاجات غير صلصه البيتزا، بقى عكس البيتزا، مكان كده ما بحط صباعي كده بالشكل ده كده. بنحط سلمون وبنحط خضره زي ما انت عايزه، بتحط روزماري بالشكل ده كده. شفت العجينه زي الفل، بس بعمل حاجه حلوه كده، بحط شويه زيت زيتون هنا في ارضيه الصينيه، شفت الجو ده كده اهو زي الفل. وهنا نفس القصه، حاضر عينيا اهو. المقادير على الشاشه، يلا تمام زي الفل. وهنا كمان شويه ديت، حبيبها زيت الزيتون، غذيها زيت زيتون هتشربها. عجينه الفوكاشيا معروفه حبيبها زيت الزيتون. معانا روزماري، اللهم صل على النبي، نحط روزماري هنا. دايما بتلاقوا الروزماري في الفوكاشيا الطلياني، ممكن تلاقي زعتر مفيش مشكله. زي الفل. شوف التتبيله دي بقى، ادي فلفل متقطع، روزماري، شويه ثوم. حلو زي ده كده اهو. التتبيله دي مهمه جدا، عندنا زيتون اخضر وعندنا زيتون اسود، بننزل بالزيتون هنا كده. دي الفوكاشيا، معانا زيتون اسود كمان، كلماتها حلوه اهوت زي الفل. افكار حلوه وتغيير، مش كل يوم انا السحر فول يا ابو غازي وبيض اومليت وعجه بيض، لا لا تغيير اهو. سحور حلو اهو كده، الزيتون انا وزعته بالتساوي. ناخد الخلطه الحلوه دي كده، تنزل هنا كده اهو. دي لسه هتاخد زيت زيتون دي على فكره كتير قوي اهو اهو بالشكل ده كده، وبايدك تضغط عليهم كده. معانا سلمون اهوت، السلمون يتحط بالشكل ده كده كده اهو، ومليها سلمون كده، بيني انك صرفه كده حلو اهو. فوكاشيا، يا سلام السلمون ده لما يطلع مستوي فيها في قلبها اهو. درجه حراره الفرن تكون جاهزه عندك وسخن، لان دي على طول مش هتاخد سوا كتير، هي متخمره لان فيها 2 تخمير، فيها بيكنج باودر وخميره. ما يغركيش ان العجينه هشه كده، لا ده تخمير، فهتستوي معاك بسرعه كانك بتسوي كيكه اسفنجيه بالظبط. داخلها بيض، داخلها حليب، داخلها زيت زيتون، داخلها بيكنج باودر، داخلها خميره، فالعجينه هشه هنا اهو. شفت السلمون ده كتير كده اهو، الصلاه على النبي زي الفل اهو. ونحط شويه الفلفل دول عليها كمان، تمام زي الفل يا عم الشيف. خرقها زيت زيتون ودخلها الفرن، اللهم صل على النبي. هيشربها كل ده، زيت الزيتون ده كله هيتشرب. ما تتخضيش. زي الكوبيبه كده،
لا بنعمل كبه بالصينيه او بنعمل مسخن الدجاج. حبيبه زيت الزيتون، مسخن الدجاج ده اردني، والكوبيبه دي من المطبخ الشامي. الكوبيبه اللي هي الكبه بالصينيه عشان ما حدش يعرفها ايه، الكبه المقليه حاجه والكبه بالصينيه حاجه. درجه حراره الفرن عندي 180. الفوكاشيا الطلياني بخف الدم مصريه بسمك سلمون، فيها تشكيله من الخضار والروزماري والزيتون، مكانها في ارضيه الفرن. ونسيبها كده وننساها وننظرها ونبص عليها البصه الاخيره علشان دي عايزه الفرن كده لمده 30 دقيقه تقريبا. نقفل الفرن؟ نقفل الفرن. طيب تمام، خلصنا من السلمون. نخش على اللي بعده. عندنا ايه يا عم الشيف؟ عندنا عيش السرايا. نشوف مقاديره على الشاشه مع بعض ازاي نعمل عيش السرايا بطريقه سهله وبسيطه، بس الكلام ده بعد ما نروق مطبخنا كده سريعا علشان ما يقفش معانا. تعملي حلو، تروقي مطبخك كده، السكينه تتغير، البلاشه تتغير، كل ده مطلوب منك. السلمون ده يتركن على جنب كده عشان نتسحر بيه. حلو الكلام. تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير عيش السرايا على الشاشه. توست سبق تحميره سابقا، حلو قوي. سكر عندنا هنعمل الكراميل بتاعه اللي هو الشربطه، وانا لما باجي اعمل الشربات ببدع فيه لان انا بحب عيش السرايا. حل على النار او طاسه على النار حلوه كده بالشكل ده كده اهو، تسخن معايا واحط السكر في قلبيها. اللهم صل على النبي. اهو ده الشربات بتاع عيش السرايا. اهو سكر اهو زي الفل، ونشيل ده كده على جنب. اهو السكر ده لو سبته على النار كده للامانه يعني ممكن يتحرق مني، فانا عايز اضمن ان هو ما يتحرقش مني. اعمل ايه؟ بس هي دي بقى حته ذكاء شويه كده، تركايه كده من بتاعه المغازي. اه وانا شغال عايز اضمن السكر بتاع الكراميل ما يتحرقش مني. اعمل ايه؟ السكر على النار، لو انا غفلت عنه ثواني هيتحرق مني، فانا عايز يطلع لونه برونز كده، لون ذهبي حلو، الصلصه الذهبيه. بالمعلقه كده اهو، معلقه اهي اهي معلقه، واحطها كده في قلب السكر بس خلاص، وعلى مسؤوليتي سيبيه للصبح. حلو الكلام. اه ونسيب السكر على النار. التوست بتاعنا نجيب طبق التقديم، البايركس الاول ده كده زي الفل، نرص فيه التوست بتاعنا الحلو ده كده لان الشربات هيطلع، نغرق فيه التوست ده كده، وبعد كده نقدمه في طبق التقديم مع القشطه. طب هتعمل قشطه يا شيف؟ تعالوا نشوف القشطه هنعملها مع بعض ازاي. هعلمك تعملي القشطه في البيت. القشطه عباره عن حليب ونشا وسكر اهو على النار. حليب نشا سكر، حليب ونشا وسكر وفانيليا اهو، مهلبيه اهو، قوامها تقيل شويه. حليب ونشا وسكر وفانيليا اهو، وناخدها مع بعض كده مع شويه ميه الزهر. اهي ادي المهلبيه، بص على المهلبيه، بص على الحلاوه. اهي اهي دي هنزين بيها عيش السرايا. ممكن نعمل قشطه، نحط قشطه، قشطه بلدي حلوه. عندك قشطه في الثلاجه؟ اهلا وسهلا، سيبيها لما تبرد، وعلشان ما تعملش معاكي طبقه خارجيه وتجلد مني غطيها بنايلون وحطها في التلج. متبل البرجر، خلي بالكم انا ماشي ازاي علشان لما تقف في المطبخ نفس الطريقه اللي انت شغالي بيها. بس انا هستاذن مخرجنا الجميل الاستاذ شفيق حبيبي اللي انا بحبه، صديق الطفوله. انا عايز اشوف معلقه الميه اللي انا حطيتها في قلب السكر عملت ايه. ده بص قلبت كيانه، انسى، ضد الحرقان، ضد ان هو يشيط، ضد ان هو ياخد لون يمرر مني يغبق مني الكلام ده. اه بص عليه، معلقه الميه اللي انا معلقه هي معلقه، وسيبيه ونسيه بالشكل ده كده، هيتكرمل معاك وتعملي منه التوفي وتعملي منه الكراميل وتعملي كل حاجه منه، تعملي كريم كراميل على مسؤوليتي، كل ده بطلب منك. طيب طيب هستاذن استاذه رحاب مقادير متبل البرجر. برجر هعمله متبل النهارده بالطحينه على طريقتي. عايزين نشوف مقاديره على الشاشه بعد اذن حضراتكم. طيب حاضر. البرجر في قلب الكبه، ومعايا طحينه، معايا من الشبت قليل، معانا من التوم قليل، معايا من زيت الزيتون معلقتين، معانا عصير ليمون عصره ليمون، معانا زيتون اخضر خالي النوى، محشي جزر حبيتين ثلاثه يديني فليفر. هي دي المقادير، بصوا عليها كده عشان احطه ابدا اشتغل فيه. اه نبدا نحط البرجر في قلب الكبه بتاعتي وانا مشيك عليها وزي الفل. اخبار الفوكاشيا ايه؟ اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض. البرجر انا حطيته، حلو الكلام. اه في قلب الكبه، ونقفل كده نسمع التكه دي. استاذه بقى اللي تسمع التكه دي تشتغل معاك على طول. نحط الزيتون الاخضر اهو اهو اهو، تحط الزيتون في نوى ازعل، ونشغل الكبه بتاعتنا.
حلو الكلام، العب خلاص، اهدى شويه اعصابك. حلو قوي، الخلاط خلصت منه، ادى غرضه تمام. معانا السكر الكراميل اللي عين عليه، خلي بالك. معلقه الميه مديالي الامان، مكعب زبده حلو كده. انا بعمل الكراميل دلوقتي اهو، الكراميل الشربات بتاع عيش السرايا اهو، في قلب النار زي الفل. تمام، نجيب ميه، اللهم صل على النبي. يا دلعك يا دلعك. الشربات الشربات نشربه يوم فرحك ان شاء الله يا شفيق. اللهم صل على النبي. بس واسيبه يغلى على النار. خلص الشربات، حلو قوي. نديله شويه فانيليا، شويه فانيليا، شويه ميه زهر حسب الرغبه. الصح ايه؟ ميه زهر عشان للامانه، لان الحلو ده من المطبخ الشامي اسمه عيش السرايا بالقشطه والفستق الحلبي. حلو الكلام؟ تمام. طب بص على الفوكاشيا، عيننا عليها كده، ايه الحلاوه دي؟ بص عليها كده، بص لي عليها قبل الفاصل، الله يوفقكم. عيش قصدي الفوكاشيا، بص على الصوره الحلوه وصلي على الحبيب. الصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف الكراميل ونشوف الشربات بتاعنا، ويجعل ايامنا كلها شربات يا رب. بنعمل عيش السرايا بالقشطه كله من جوه البيت، ما جبناش حاجه من بره. توست قشطه عملناها، الشربات عملناها. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.